اسمي بدر سمير، فهد جابر شاب، والعب ملاكمة نادي فيحيل والفئة أشبال. والله من أخوي دخلني إياها، تمرن من السبت للأربعاء والخميس والجمعة راحة، ونتمرن أهم شيء نركز على الريول ونطق ما ننطق، أهم شيء أن أخذ نقاط وأطلع من فوق السطرة وبس. ممنوع من تحت، ممنوع ضرب المفتوح، ممنوع ضرب الخلف. لبس الملاكمة يكون عبارة عن هيد جارد، اللي هو عشان يحمي راسك مثلا طقك بالخلف ما تتعور حيل، والماوث بيس عشان ما مثلا يطقك بحنجك بضروسك ما يتكسرون، والهاند رابس اللي هو الباندج عشان ما تيلك اصابع معصمك بصابك، والجلافز. صار لي العب الملاكمة 7 سنين، ومشرفين مدربين يعني اللي تدربت وياهم كابتن حامد العنزي، كابتن خالد رياض، كابتن حسن المالكي. من بعد الكورونا بعد ما رجعنا ركز اهم شيء على اللياقه والريول وتنزيل الوزن. احنا عندنا اشياء وايد بالملاكمه حق تنزيل الوزن ورفع الوزن، مثلا اذا كان وزني زايد 3 كيلو ولا 4 كيلو قبل الميزان باسبوعين البس بدله تخسيس واروح اخسس، وفي اني اكون متبع دايت، انا مثلا وزن اكلي واضبط الايام شنو اكل بهذا اليوم وهذا ايش اسوي فيه. لعبت 6 بطولات، 4 محلية و2 دولية، خسرت بثلاثة وفزت بوحدة بالدولية بالمحلية. اما بالدولية لعبت بطولتين اسيا وما توفقت فيها، ما كنت جاهز وخسرت فيها. افضل بطوله اللي هي بطوله الاسيا الاولى، من يعني اللي كانوا يشجعوني وتنافس فيهم بالنادي شباب راجح القحطاني. نحتاج الدعم المادي والمعسكرات واهتمام اكثر. فائده المعسكرات انها تغير لعبك، تغير طريقه ستايلك وتعلمك شنو. مثلا انت راح تروح تحتك مع ناس ثانيه، فراح تشوف لما ترجع مثلا دولتك راح تعرف ان انت اكتسبت خبره وايد قويه. قدوتي هو اللاعب الكوبي عندي كروس جوميز. طموحي بالملاكمة اني العب افوز بالاولمبيات واروح الاحتراف. اللي شجعني اني اكمل بالملاكمة اخواني وامي وابوي. شلون تحمي نفسك من الاصابة؟ انك كنت لازم تكون تطول بالتحمية، ان ما تحمي دقيقتين وعلى طول الدش، لا خذ لك 10 دقائق الى 15 دقيقة بعدين دش. التمرين هو ساعتين، وانت عندك يعني راح تنام باليوم 8 ساعات، هذه 16 ساعة، باقي لك ساعتين تمرين، 14 ساعة باقي لك باليوم تقدر تدرس فيهم. نصيحتي حق اللي ما يلعب رياضة انه مثلا راح تفيدك في المستقبل، تخلي صحتك زينة وبس. اسمي عمر فايز جمعان العتيبي، لعبتي هي الملاكمة. كان هناك لعب أخرى مثل شدوكان جيتسو، لكن هي اللي وصلتني للملاكمة، يعني شفت هوايتي هي الملاكمة. هي لعبة فنون قتالية مفتوحة، شفت أنا نفسي أني فنان في الإيد فاتجهت للملاكمة. لعبة الملاكمة صار لي 4 سنوات ألعبها، واللي يشرف على تدريبي كابتن حسن المالكي. لاعب الملاكمة فيه نوعين، أشول وأيمن، أما أنا ألعب بيد اليمين.
بعد كورونا كان الكابتن حريص على اللياقة والخبرة. لعبت بطولتين خارجية وداخلية، الخارجية آسيا والداخلية كانت الكويت. الأحسن بطولة من بينهم كانت الداخلية بالنسبة لي. اللاعب اللي يتنافس وياه شباب القحطاني، وكان يعني قدوة لي في النادي، كان يعلمني أخطائي وهذا. اللي شجعني محسن أخوي ومن ربعي، يعني من ربعي الخاصين. في فترة الكورونا كنت أكثر شيء ألعبه اللي هو شادو بوكس. قدوتي في رياضة المواكمة خالد رياض. طموحي هي أني أحرز الأولمبيات. الواحد أنه ينجح في الدراسة وفي الرياضة، مثل ما نقول الجسم السليم في العقل السليم، وأنت عندك 8 ساعات نوم والباقي تقدر تدرس فيه، عقبها رياضة ساعتين بس في النادي. محتاجين في لعبة الملاكمة تنظيم بطولات في الكويت والدفع المادي للنادي عامة. أنصح الشباب اللي ما يلعبون رياضة، رياضة مفيدة للجسم والصحة. معاكم أخوكم عمر صالح سيارة العنزي، وألعب لعبة الملاكمة. لا لعبت أكثر من رياضة مثل الكرة واللعبات الجماعية هذه. بعد دخلت الملاكمة مع أخوي، مع أخوي الكبير. والله لعبت أكثر من لعبة غير الملاكمة، لعبت لعبات جماعية مثل الكرة وكرة القدم هذا، وما تأقلمت فيها. بعدين دخلت مع أخوي الكبير لعبة الملاكمة. اللي شجعني على الرياضة واحد أمي وأبوي، واثنين أهلي وربعي واللي أعرفهم. من بعد ما رجعنا من الكورونا الكبات انشدوا علينا شوي بالهرولة واسترتشات والتكنيك، وصارت فايتات أكثر. والله أكثر من بيني بينه تنافس زميلي بدر ناصر العتيبي، كان معانا بالملاكمة الحين طلع ما قدر. لاعب الملاكمة يلعب طبعا يا أيمن يا أشول. أنا طبعا ألعب أيمن والكابتن شد علي بالأشول عشان ألعب عدل. لعبت 3 بطولات داخلية، 1 ذهبية و2 فضية، وبس داخلية بس اللي لعبتها. غدوتي كابتن خالد رياض وكابتن حسن المالكي، هم ابطال قبل بافريقيا واسيا. واحد ينجح بلياقته ودراسته سهله. العصر يلعب 2 ساعة تمرين او اي لعبه يلعبها، والباقي دراسه والباقي نوم. عاد ان شاء الله طموحي اولمبياد باريس 2024. نصيحتي ان تمارسون الرياضه، زينه للجسم والعقل وتصفي ذهنك احسن من القعده من البيت.